قال وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية الشيخ ثاني الزيودي في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ إن الإمارات تراهن على تركيا كدولة ستفتح لها أسواقا جديدة من خلال الخدمات اللوجستية وعبر سلسلة التوريد الخاصة بها. وصلت صادرات الشاي التركي إلى أسواق 120 دولة حول العالم خلال 2021، وبحسب بيانات من اتحاد مصدري منطقة شرق البحر الأسود في تركيا، فإن عائدات البلاد من صادرات الشاي بلغت 19,575,000 دولار. شركة رمزي العقارية مستشارك الآمن في عالم العقار في تركيا. للاستفسار والتواصل 0552-559-96-63. أطلقت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية حملة لتعزيز مكانة العلامة التجارية الجديدة للبلاد على الصعيد العالمي، وفي إطار الحملة التي أطلقت بعنوان هالو تركيا، نشرت دائرة الاتصال مقطعا مصورا عبر حسابها على تويتر للعلامة التجارية الجديدة للبلاد.